بسم الله، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته طلبة وطالبات الثانوية العامة مع منهج علم النفس ودرس اليوم بعنوان طرق الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة. تعالوا نتذكر مع بعض بعض الأشياء اللي لازم نتذكرها قبل ما نبدأ درسنا النهاردة. نتذكر مع بعض مراحل عمل الذاكرة: مرحلة الاكتساب، مرحلة التخزين، ومرحلة الاسترجاع. تعالوا برضو نتذكر مع بعض ايه هي أنواع الذاكرة: الذاكرة الفورية أو اللحظية، ذاكرة المدى القصير، وذاكرة طويلة المدى. طب الاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة بيتم تخزين والاحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة، وده بيكون من خلال التسميع الآلي اللي هو بيبقى عن تكرار المعلومات في أذهاننا، وبيمكننا بالاحتفاظ بالمعلومات في ذاكرة أو في ضمن الذاكرة طويلة المدى. التسميع الموضح ده بيتم بربط المعلومات المراد تذكرها مع شيء معروف سابقا ومخزن في ذاكرة طويلة المدى. التنظيم يقوم الفرد بتنظيم المعلومات على أساس العناصر المشتركة اللي بتجمع بينها، وبكده يقدر يزيد الاحتفاظ من المعلومات. جدول المقارنة بين أنواع الذاكرة: هنقارن ما بين الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى من حيث السعة والدوام والمدخلات والاستدعاء. السعة في الذاكرة الحسية كبيرة وغير محددة، أما في الذاكرة قصيرة المدى محددة أي من 5 إلى 9. الذاكرة طويلة المدى غير محدودة. الدوام: الذاكرة الحسية من 1 إلى 5 ثواني، الذاكرة قصيرة المدى من 20 ثانية لـ30 ثانية، الذاكرة طويلة المدى غير محدودة. المدخلات أو التخزين: في الذاكرة الحسية صورتها الخام مثيرات حسية، أما الذاكرة قصيرة المدى أنماط إدراكية لفظية وبصرية. الذاكرة طويلة المدى شبكات افتراضية وتكون عبارة عن رموز. الاستدعاء: في الذاكرة الحسية طبعا مفيش استدعاء، أما الذاكرة قصيرة المدى بتبقى فورية، والذاكرة طويلة المدى بيعتمد على التنظيم. خلاص الدرس، اتعلمنا من خلال درسنا إنه بيتم الاحتفاظ بالمعلومات بثلاث طرق: التسميع الآلي والتسميع الموضح والتنظيم. تدريبات للطالب: إيه هي أنواع الذاكرة؟ كيف يتم تخزين المعلومات في الذاكرة؟ قارن ما بين ذاكرة طويلة المدى وذاكرة قصيرة المدى من حيث الدوام والسعة والتخزين. وكده يكون وصلنا لنهاية درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.